أصابع الاتهام الفرنسية تتجه نحو خلية تنسيق العمل الميداني لدورها بتأجيج نيران التمرد في إقليم كاليدونيا الجديدة. هذه المنظمة الغامضة التي ظهرت مؤخراً تتهمها الحكومة الفرنسية بإثارة الاحتجاجات والشغب في الإقليم، فما قصة هذه الخلية؟ تم إنشاء خلية تنسيق العمل الميداني في نهاية عام 2023 للتعبئة ضد تعديل النظام الانتخابي الذي يقع اليوم في قلب العاصفة ويخضع نشطاء فيها تم القبض عليهم للتحقيق. وزير الداخلية وأقاليم ما وراء البحار الفرنسي جيرالد ديرمينان شكك بشدة في هذا التنظيم ووصفه بالمافيا، ويشتبه في أنهم قادة أعمال العنف التي أشعلت كاليدونيا الجديدة منذ 13 من مايو. تمثل هذه الخلية موضوع انتقادات لاذعة وتقع ضمن التوازنات المعقدة لحركة استقلال كاليدونيا الجديدة، وهي أبعد ما تكون عن التجانس بين المتطرفين والمعتدلين. نقطة الالتقاء هي الرغبة في تحقيق الوحدة، وهو الخيار الوحيد الذي يعتبر ممكناً للتأثير على المفاوضات للخروج من اتفاق نوميا الثاني المبرم في عام 1998 في مواجهة حكومة اتهمها الانفصاليون آنذاك باختيار أسلوب المرور بالقوة. وفي مناسبات عديدة طرحت على الطاولة مسألة انفتاح جبهة التحرير الوطني للكناك، وهو تجمع من أجل الاستقلال، على المنظمات الأخرى دون أن تتمكن على الإطلاق من التوصل إلى توافق. وتضم هذه الجبهة 4 أحزاب رئيسية، وهي اتحاد كاليدونيا وحزب تحرير الكناك والتجمع الديمقراطي الأوقيانوسي والاتحاد التقدمي لميلانسيا، لكنها تستبعد بقية المكونات السياسية والنقابية أو الدينية التي تمثل مع ذلك نسبة مهمة من الأصوات الداعية إلى استقلال الأرخبيل. وبحسب صحيفة لوموند الفرنسية، فقد تم مناقشة دمج كل هذه الحركات المؤيدة للاستقلال في منظمة واحدة، وهو جهد اصطدم بمناطات حزب تحرير الكناك وفق قولها، لكن اتحاد الكاليدونيا تمكن في النهاية من التغلب على هذه العقبة، وأعلن في منتصف نوفمبر الماضي عن إنشاء خلية تنسيق العمل الميداني. وتلتقي مكونات الخلية عند فكرة بسيطة، هي الاجتماع على أوسع نطاق ممكن لمعارضة الإصلاح الدستوري الذي يهدف إلى فتح المجال أمام الناخبين للانتخابات الإقليمية.